اليوكساك دي برضو حاجة من الحاجات المهمة اللي بتيجي عندنا في الامتحانات من ضمن الفيتال ميمبرينز. اول ما نتكلم على اليوكساك لازم تعرف انك انت هتتكلم على حاجة اسمها برايمري يوكساك وسكندري يوكساك وديفينيتيف يوكساك. وكل واحدة مرتبطة بستيج من الستيج بتاع الديفلوبمنت بتاع الامبريو. فاحنا كان عندنا الاول اول حاجة اللي هو البلاستوسيستيك ستيج، دي الستيج دي اللي انا بقول عليها بلاستوسيستيك ستيج، ودي كان فيها سينسيتيو تروفو بلاست وسايتو تروفو بلاست، وكان في انر سيل ماس. الانر سيل ماس عملت لي اكتوديرم واندوديرم. هنا بقى لما يجي ده الاندوديرم وهنا سينسيتيو تروفو بلاست وهنا سايتو تروفو بلاست، بيطلع هنا ممبرين اهو اسمه اكسوسيلوميك ممبرين او هوسرز ممبرين. الهوسرز ممبرين ده بيعمل لي الفلور بتاع البرايمري يوكساك. يعني البرايمري يوكساك الروف بتاعته عبارة عن اندوديرم والفلور بتاعته عبارة عن هوسرز ممبرين، وده موجود في ستيج، هذه الستيج اللي بيسموها اللي هي البلاستوسيستيك ستيج. يبقى لما يقول لي برايمري يوكساك افتكر البلاستوسيستيك ستيج، يعني هو موجود في مرحلة البلاستوسيستيك ستيج، الروف بتاعته عبارة عن اندوديرم والفلور بتاعته هوسرز ايه ممبرين، وده اللي هو بنقول عليه البرايمري يوكساك. نيجي بقى تاني ستيج المهم عندنا اللي هي كورونيك فيسكل ستيج، اللي هي طلع فيه البرايمري ميزوديرم، وبقى عندي هنا اهوت دوت اكتوديرم وده هنا اندوديرم وهنا ده امنيون وهنا يوكساك وهنا طلع اكسترا امبريونيك سيلوم والكلام ده كله، دي اسمها كورونيك فيسكل ستيج. في الكورونيك فيسكل ستيج بيبتدي البرايمري يوكساك يبقى سكندري يوكساك، يبقى ده اسمه سكندري يوكساك. موجود في انهي ستيج؟ اللي هو كورونيك فيسكل ستيج. هنا بقى بعد عن التروفو بلاست، يعني الممبرين اللي هو الهوسرز ممبرين ده بعد عن التروفو بلاست خالص، سايتو اللي هو السايتو تروفو بلاست، وبقى هنا في حواليه هنا برايمري ميزوديرم، وبعدين ابتدى هنا ده طلع لي بروز هنا اهو. البروز ده طلع من السكندري يوكساك دخل جوه الكونكتنج ستوك، الحته دي اسمها كونكتنج ستوك. البروز ده اسمه الانتويز، البروز ده اسمه ايه؟ الانتويز. يبقى السكندري يوكساك اللي هو في ستيج اسمها كولورينج فيسكل ستيج، وده اتس كومبليتلي لايند ويز اندوديرم، يعني هنا بقى ما بقاش فيه، يعني كان فيه هوسر زمبرين، الهوسر زمبرين اللي هو البرايمري ميزوديرم بقى بره، لكن كله بقى كله هنا عباره عن ايه؟ اندوديرم، يعني الخلايا دي كلها بقت عباره عن ايه؟ اندوديرم. وبعدين نمره اتنين السكندري يوكساك بيطلع بروز، البروز ده اسمه الانتويز، الالانتويز ده دخل جوه الكونكتنج ستوك. يبقى هنا ده امنيون وهنا سكندري يوكساك والبروز ده اسمه ايه؟ الانتويز. نيجي بقى بعد الفولدنج، يعني هنا طبعا الكلام ده كله لحد الاسبوع الثاني، يعني ده السكندري اسبوع سكندري يوكساك ده في الاسبوع الايه؟ الثاني، وكله لايند بواسطه ايه؟ اندوديرم، وموجود جوه الكورونيك فيسكل ستيج. هنا بقى نيجي بقى بعد الفولدنج اللي هو في الاسبوع الثالث، هنشوف دلوقتي ايوه حصل فولدنج اهو. ابص الاقي جزء من اليوكساك دخل جوه الهيد فولد اهو، يعني ادي اليوكساك بعد الفولد جزء منه دخل جوه الهيد فولد، عمل لي فور جات، جزء تاني عمل لي ميد جات، جزء دخل جوه التيل فولد عمل لي الهايند جات. يبقى اليوكساك عمل فور جات ميد جات هايند جات، وبقى في هنا هوت فيتيلو انتستاينال داكت اهي متصله بحته يوكساك صغيره اسمها ديفينيتيف يوكساك. يبقى الديفينيتيف يوكساك دي ما تبانش الا بعد الفولدنج، بعد ما اليوكساك كله يشترك في تكوين الفور جات والميد جات والهايند جات، والجزء الباقي من اليوكساك يعمل لي فيتيلو انتستاينال داكت وديفينيتيف ايه يوكساك. يبقى عرفنا ان في عندي ثلاثة يوكساك، برايمري وده موجود في البلاستوسيستيك ستيج، سكندري وده موجود في الكورنيك فيسكل ستيج، ديفينيتيف وده موجود جوه بيحصل بعد الفولدنج. وبعدين اليوكساك
طبعا ليه وظيفة في الأول، بيبقى قبل ما تتكون البلاسينتا بيبقى وظيفته نيوتريشن، لكن بعد ما تتكون البلاسينتا ده هو ده بقى كله لايند بالإندوديرم، والإندوديرم بتاع اليوكساك ده اللي هيديني الجات اللي هو الفور جات والميد جات والهايند جات، وهيديني كمان الريسبيراتوري سيستم، يعني هيديني فور جات والميد جات والهايند جات ويديني كمان الريسبيراتوري سيستم. نيجي بعد كده لازم نكون فاهمين حاجة، ان بعد اليوكساك ما اتكون وعوان الجات والفور جات والميد جات والهايند جات وحصل الفولدنج، الفيتيلو انتستاينال داكت دي المفروض بتبقى ضمن الكونتنت بتاعت الامبلايكال كورد، دي بتبقى ضمن الكونتنت بتاع الامبلايكال كورد اللي هو مكانه هنا، دي ما بقاش ليها لازمه، بتتقفل لما الجات كلها بتتكون، الفيتيلو انتستاينال داكت دي بتتقفل، والديفينيتيف يوكساك دي هنا دي ما بقاش ليها لازمه، الاثنين بيحصل لهم هنا ايه؟ ضمور ويختفوا. يعني الفيتيلو انتستاينال داكت دي بعد ما الامبريو بيتكون ويتكون الامبلايكال كورد، فيتيلو انتستاينال داكت دي بتتقفل وبتبقى فايبرس باند ان اهو موجوده، وبعدين بتختفي خالص حتى الايه؟ الفايبرس باند، الاول بتتقفل وتبقى فايبرس باند وبعدين ايه؟ تختفي. لو ما اختفتش الفيتيلو انتستاينال داكت كلها بتعمل لي كونجينيتال فيكال امبلايكال فيستولا. يعني ايه؟ يعني اذا تصورنا ده للحبل السري الامبلايكال كورد ودي ما اتقفلتش، يبقى العيل ياكل من هنا الاكل بتاعه ينزل على الميت جات ويستسهل يروح خارج من ضمن الفيتيلو انستانال داكت، يخرج من الامبلايكس، يخرج من سره الواد، يعني الاكل المهضوم يخرج من سره الواد، دي اسمها كونجينيتال فيكال امبلايكال فيستولا، ودي هناخدها بعد كده في الانوماليز في الايه في السلايد اللي بعد كده. ساعات الفيتيلو انتستاينال داكت او دي تتقفل كلها بس يفضل جزء صغير منها هنا اهو، يبقى في حته انتستون زايده متصله بالميد جات، حته صغيره بتبقى زايده اصلا كانت المفروض ما تبقاش موجوده، لكن بتبقى موجوده في بعض الناس اللي اسمها ميكلز دايفرتيكولم، تبقى ميكلز دايفرتيكولم بروز يطلع من الميد جات يبقى يشابه الزايده الدوديه، وساعات بيلتهب ويعمل التهاب الدكاتره كتير بتتلخبط ما بينه وبين الزايده الدوديه. يبقى الفيتيلو انتستاينال داكت دي المفروض تتقفل، لو ما اتقفلتش بتديني فيستولا ناسور، لو ما اتقفلش جزء منها مديني ميكلز ايه دايفرتيكولم، ساعات تتقفل ويفضل فيها فايبرس باند بس، حته فايبرس تيشو دي برضو عيب خطير بيخلي الانتستين تلف حواليها وممكن يحصل اختناق في الانتستين نفسها، لكن كل ده ما يهمنيش هنتكلم عليه في الدرس اللي بعد كده، لكن انا يهمني لما يجي يسالني على اليوكساك اقول له اليوكساك في